لا لا والله قلت لك ماشي، لا ماشي لما يتساقي وماشي هكايت شنو نقدر تكون نتفرجوا والله هلال. هي من البارح قلت لك ماشي يلا غالب، ماني تحيرت على كنكا. ها مشيت للقهوه البارح قالوا لي ما جيش، مشيت له الصباح ما جيش، ها وحتى تو مشيت للقهوه قلت خلينا نبقيه بالسلامه ونمشي ناخذ ضرب نسافر على روح. هاي انت مشني مفجوع عليه كمان اني الله يعطيه ان شاء الله تعفس وتراكس عقد معاه من فقط طفل اختي. انت قلت حتى كان تصير له حاجه نشامت به قبل ما نمشي على الاقل نطمن عليه. ها بنتي عامل عمايل زرق هذاك. هاي لا 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 والله لا لا ماشي 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 مش نتسبب النقار اللي نحبه للنقار الله يفكر به كما عندي مش نمشي عاد مش خلي ولاد عمي مش نمشي نضرب معاه لا ميتساكي وكل شيء ياي. ها انا مش نتاع فيسبوك ونهبط حكاياتني انا راني نمشي طول على التيران نبدا نضرب طول تي تو يلانوني هما كايتش فيها حكايه هي ها تو هذا حديث معناها توصي هبتي مش ماشي في الجبايب راني مش نحارب مع الجميع بلا يا اختيني بالك هاي هان وانت بعد كي من هنا لليل هبت استاتي هكاك على الفيسبوك هاي يقول لي بطل الهوية مكريك ومن ومن هاي هاي كان جانا كارت هاو نسلم عليه ما كانش سلم عليه انت في بلاصتي هام زيد شوي ونعزم هاو ساكي بحذاي هاي اسمعي وزيد يقول لي النقار وعندي زوز قهاوي مش مخلصين نتاع الصباح واليوم خلي خلصهم هو باهي 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 لا لا كان جا جا مش ها مش نقصد ربي تو هاني ماشي هكا وماشي على روحي هاي مش مستني خلاص هاي سليم هاي هاي خلي واحد يقصد ربي احليل ها يا شيخ ها شكون عمل فيك ها هي قول لي قول لي ما طيح فيهم جبانه قول لي قول لي شكون مسك الرح جاي الرح جاي احليلي احليلي هم مش يموتوا عمل تاكسيدون طاحت عليك الداله ان شاء الله في راسك وراس عدوك الفريجيدير تقلب عليك اش بيك الحكم داش تشبي حالي شو مي حط عظم على الناس جاي ضربه مخروب ترى شو يا جيه قلت لك يا ابن عالمي تور تو انت تو انت تعمر بتاع ميتور هاودي بشويه العمر هاي هاي هاو التك التك صاحبي احديدي راني من حمش فيك دقه الشوكه قول خذوني خطره يا حجيش وانت داير بالميتور وهو عرضك ما غاديش لقيته مش موتور كهرباء هم على موتور شكون 18 واحد 18 على ميتور هي موزوع زريتهم ني هاي هبط لي الاول هاي اوي نوخر ونقدم ونعطيه بمقص انت عطيته بمقص اي تحت على التتوار انت تحطه ايه. هاي بودرة ضربتها مش بشر وش لازمك على عارك انت تو انت عمرك نتاع عارك يا عجيل والله لا اخوي معاش حشمين نهار كل كلم الزيت في الحومه لا يقولوا مراه كبير لا يقولوا قدروا النقار انا وصل بالعمر هذا تقول لك كلم زيت قدام حد كبير لا لا مستحيل عاد نحن متربيين عاد باش نمشي نشكي هات وشد نعجنهم الزوز وعجنتهم والله يا عجنتهم الزوز جت الصاميه هي هزتني الاستعجالي صار هزتك انت وخليتهم هما هاي وانت وحدك كاكا هاش نعمل الله غالب هذاك حل ما عندش ولي والله حتى التليفون باش نلوج على نمريك لانه يمكن الحصول خش تبدل في الرقم خلينا انت عملت في الهاليه ولا فين العركه قول لي خلينا نفهم قدام داري قدام دارك هو هم الجيران ولاد عمك وين المراه وين هم اسكت اسكت هبت لي دبو زمان ونحكي لك على غريبه اللي صارت لي محمود محمود هذا ابو زمان محمود هاي قول مش يا جي ابي ابي لا هاي يا 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 الغريبه والله يا عجاج ولد عمي كل يخدم غاديك تصور هم باركين علي عفتوا فيه والفرجان من فوق استحي يعمل لي سايب عليك يا نقار ما تمريهمش شو تعود يا ريت الدنيا لا من الحمى معاك حتى حد ما جاي معاك علاش مش كاتشني والله حتى في الشهاده اللي يجوا معاك كلها تتفرج علي تو عرفت العرب بقى هنا غير جاتك على الحكايه دي تهم ولاد عمنا شدوا فلقوا فيهم فلقوهم فلقوهم ما خلوا فيهم شيء دري ولاد عمنا غاد وين غادي ثاني دوله تكلمت هذه مكلة بعضها فلسطين فلسطين هذه فلسطين مكلة عام لها ربي بالله هني وصلنا طول فلسطين وانتم قاعدين تفرجوا كاكا ايش عندنا الدول قاعدين تفرجوا وقت الجامعة العربية قالت شنو حط لهم غنية الحلم العربي ولا شنو ونا نقعد ليه راني عجيج الراجل هاي راهي القضية الفلسطينية كل واحد يدد على قد جهده كل قدير وقدره راه خويا كل قدير وقدره اسمعني اسمعني مش تقول لي كل قدير وقدره وقت الفلاح هذاك ومنا ومنا بالنسبة لي انا عبيت سويك وقاصد ربي اليوم ماشي وين ماشي؟ من يوم البارح كنت ماشي غير انت عطلت. فاش عطلت؟ يرحم والديك يا سي محمود. هاي دابو سلمى هبطها البارح هذه قلت له خبي هيك. هاي. والله فيك الخير يا عجاج، والله فيك الخير. مشرف. ان شاء الله ربي تحكي هكا موبيلات ولا تعمل اكسيدو والله ما تلقاني كني. والله كان جيت مشني مزروب وماشي لفلسطين نرجع لهم تو ندقدقهم نخلي فيهم واحد.
نيه خلي نسيبك نريد لك المشاكل في لغتي نبجي هلا مش نقعد نيه ما نجمش نيه راني راجل نيه مش لعبه راي رد بالك راي مش لعبه راي مسؤوليه وهذا جهاد وراي تحرير وطن مش لعب راي قضيه كبيره انت قد القضيه الفلسطينيه اه يا ناري بيت ما نرقدش في الليل ساعة ساعة نغمض عيني هك ونسمع فيك القنابل ودي فز ما بجوع والله العظيم حتى للمدة الأخرى نشوف في وجهك أصفر والميك لما كش نازل عليه كلمت الجماعة لكن نهار كل تك في شيشة ونهار كل ترامي هاي تو صاي تو مش نمشي نتدرب عاد غادي مش نمشي نفرقعها كل والله العظيم كان ما جيش ندقدق والله حتى اني نمشي معاك هاودي بلا ومش تمشي انت هاك انت هاودي شويت غير قالك بعيك الكوب هاودي غادي كردوش راه ماشي راه هاك سايب تو نسيب وثبتهم وهذا ماشي غادي مثلا ماشي يقول لك بشوف في راسك طول اسمعني لازم تريوق بها كيف هنا عجيش تو انت ماشي غادي وناوي الشهاده كسهل ربي ان شاء الله ربي يعطيها لك امين يا رب اسمعني امين اسمعني امين اخلص اسمعني اخلص قهوه وهات سيجار وهات ارض طاهره غادي رد بالك لازم تتعلم الصبر تقعد جيعان وتتعرى ويصير فيك ناوي على الجهاد ما حتى كان دخلنا بحديث في حديث عندي قهوه ودبو زمان مش مخلصين خلصهم انت برا لا تردك شي يهمك اسمعني اكل تقول فلسفر بلا خليته هزيته معي مش عبيته ماشي للجهاد ولا ماشي هاد قول غادي باش تحوز غادي هيني مش كل يوم مش فكرتوش ما معنا نص ساعه نرتاحوا فيها قلت نمشي جولف ونحط رجل على رجل ونعمل قيو وبعد نمشي نضرب كيف والله الحق نتاع ربي ماش رايد منك خير والله يا عجيب سايب عليك سندم حتى من هنا كمان الناس الكل هانا الفيسبوك والله ليله ليش بين هنا دول عربيه دوك قاعد يتفرجوا معناها نحن ناكلوا فستاك ولاد عامين ناكلوا فستاك دمنا لا ولا ما نتكلم ولا ما نتحرك شعره يا عجيب على البرجوليه يا عجيب اللي اكبر منك تنو قدر وانا راني فاهم القضيه الفلسطينيه تو 30 عام راه كل قدير وقدره راه تونس تعاون بالقدر الجماعه الاخرين كل واحد وقدره كم تضغط عليهم راه الامه العربيه تيابه ما عندها جبنين جاه يا رب ولاد عمنا 50 سنه ياكلوا فستاكه 50 سنه ياكلوا فستاكه تو انت البارح كي داروا فيك شناويت وضربوك ولاد عمك ياخذوا غلطك ولا ما غلطكش غلطتني بالطبيعه مالا هما عمرهم كامل ياكلوا فستاكه ولا متلفت لهم كيفاش تحبني انا نسكت ليه؟ تعرف ما كانش مشني مزروب وعطي كلمه للجماعه نرجع للجماعه هذوما ضربوك انت ندقدقهم وطيح فيهم جبان. ما تلوم باقي. انا ماني مزروب تو غير عندي ما نقلي. والله لا بريت بالمنطقه بتاعك هذا والله لا يخلوك تتعد. لا انا مش نتعد. سايب العرب وباجر على روحك انت يا اخي برش على روحك. باش نمشي ندافع على فلسطين، اقعد انت هنا اقعد بارك شايش وهبط تصويرتين على الفيسبوك. مش تولي لي مش اشن تكوان سيد؟ لا. ايه ايه خطاه مش تولي لي مناضل اه عمر كامل تترك في الدندول طو انت بتحرر فلسطين بتجنني طو هذيك علمتني الشجاعه كالسرقه ذيك بالحق وعلمتني برشا حاجات وبالنسبه لي انا طو قصد ربي مش ندافع على ولد عمي سايبوا لك في الضفه الغربيه الدندول باش ودي اقعد اجي وجوك تخلق لنا الصحه نمشوا مع بعض لا لا انت مسالم فيك انت ما بريت انت هاتي دبدك انت مدقدق في حالك ايه انت طابره والحرب توفى علاش كل نهار تطلع لي بحكايه؟ تو الجمعه اللي فاتت مش تخطب، الجمعه اللي قبلها مش تعمل مشروع، تو طلعتك فلسطين ماشي فلسطين، كانت تحب تمشي من غير ما تمشي معاك فاهمك حاجه، لا فاهمك ميحه لا فاهمك شيء، راهو ما ثم شيء، راهم يكذبوا عليك كان قالوا لك ثم هاذي ماشي لبرجوليه، ماشي عندي دمي لي سخون من تو هكا تو نقعد كاخر الناس كلهم تفرجوا على بعضنا بل صغار ماتت ونسوي تهجدت وحال حليله وسبترات طاحت ودقدقت ما قعدت فيهم شيء ونحن قاعدين نفرجوا وعشان نندد ندد انت سيدي اقسم بالله اللي كبرت في عيني اقسم بالله الرجوليه ربي ما يعطيهاش الناس كل هذا كهو والله العظيم الموقف هذا لا تنساه لك تونس ولا القمه العربيه ولا الدول الاسلاميه ولا شرق افريقيا وكل مشاكل الاسلاميه هاي الرجال بالحق يا ريت جانا زود عجاجات لا لا خلانا وجلانا بمبدا وبروح هذا احس بيه وعايش وراني باذن الله باذن الله ما نروح الا ما نفرقعهم من غير والله تمنيتك في العركه حاضر والله اه وكان جيت حاضر غير يحرز انا غير بعثي كلمه والجماعه يستنوا فيا والله فلسطين ابجي اسمعني نبدا غادي وانت كلمني كان ثم حاجه تو نجيك راه ما عندي حتى مشكله عايشك يا عجيب نقار نقار الجماعه اللي ضربوك البارح جابوا ابن عمه موجود اه مالا خلينا نمشي عجيج صاكي حاضر قلت خلينا نمشي اسمعني عجيج جيتك بجاه ربي جابهم ربي شنو دقدقهم شكون؟ عجيش شكونهم؟ شلب هادي قلت لك ساكي حاضر راني ماشي راني ماشي الحمام مش ماشي الغزه راني حمام شنو؟ ماني قلت لك عن عرس احمد ولد خالتي غدوه ومش نمشي الحمام مش مدخلهم هادو عجيش ما قلت لهم فشخهم ودقدقهم هي قلت قلت اما ربي لو قال لا تلقوا بانفسكم للتهل كاش هي يا عجيش هادي قالوا عجيش برا يفكر بيك عجيش قالوا عجيش يا عجيش يا عجيش ما تعرك كبيره ما تخلينيش يا عجيش انا مغلق اليوم شنو نعمل هني جماعه اسمع كيفاش امر روحك ميت ني ميت هكا ولا هكا